عم يدخل بهاي اللحظات 14 سيارة تابعة للأمم المتحدة. تخيلوا بعد 5 أيام كارثي، بعد 5 أيام من الزلزال المدمر، هيك بتكون الاستجابة. 14 سيارة تابعة للأمم المتحدة بس. أي منظمة محلية بسوريا فيها تقدم بشكل أكبر من الشيء اللي قدمته الأمم المتحدة. أما بالنسبة لفرق الإنقاذ والطوارئ، فحتى هاي اللحظة دخل فريق مصري مكون من 5 أطباء وفريق إسباني مكون من 3 منقذين. تخيلوا بعد كارثة كبيرة، بعد آلاف الضحايا، بدخل 3 منقذين أسبان و5 أطباء مصريين. كل الشكر لهم، بس هذا اللي دخل حتى هاي اللحظة. طبعا لهلأ ما دخل لا تراكسات ولا معدات ثقيلة ولا أي أجهزة ممكن فعلا عن جد نحتاجها بالنكبة اللي عم نعيشها، بالكارثة اللي عم نعيشها. إيه، في شيء واحد عم يدخل بكثافة من المعبر من امبارح لليوم، بكثافة فوق ما تصوروا. هو الضحايا، ضحايا السوريين اللي ارتقوا أو توفوا بزلزال تركيا. 620 شهيد سوري دخلوا بس امبارح واليوم، سقطوا نتيجة زلزال تركيا المدمر. بس الضحايا السوريين والشهداء السوريين هن اللي عم يدخلوا بكثافة عبر المعبر. بس 620. الياسمين السوري، ياسمين القاهر السوري، رجع على بلده بس محمل بجنائز. قديش شفت خذلان؟ سمعت كتير عن خذلان وقرأت كتير، بس ما شفت خذلان بحجم الخذلان اللي عم بيعيشوه السوريين هون بشمال غرب سوريا. تخيلوا انه بعد 5 أيام كارثة هيك بتكون الاستجابة.